قول لنا بقى فرقه اللعيبه يا استاذ فاروق. انا عايز اقول لحضرتك مش كده وبس، انا عايز اقول لك سياده الوزير اشرف صبحي نزل وجري في ارض الملعب ولا كانه لاعب معاهم، والصوره انا بحملها لحضرتك ثواني هتكون عندك، نزل يجري وشال اللعيبه واللعيبه شالته، وكان بس كان فرحان فرحه يعني واحد من الجمهور مش فرحه واحد عادي وبيجري، ويعني المنظر والفرحه. انا بعت لحضرتك صور فرحه اللعيبه حتى كمان لوحدهم، اللي المنظر بجد يعبر لك قد ايه يا استاذ عبد الناصر ان احنا كمصريين لما بنفرح ولما بنعمل انجاز زي ده ما بتفرقش وزير من رئيس جمهوريه، كلنا على قلب راجل واحد وكلنا بنبقى فرحانين الفرحه اللي يعني اللي كلنا بنستناها وكلنا يعني ربنا شايف ان احنا نستحقها، لان احنا فعلا لعبتنا رجاله وبيجتهدوا، واحنا شعب والله نستحق الفرحه والفوز ده يا استاذ عبد الناصر. انا بعت لحضرتك فرحه اللعيبه وبعت لك دلوقتي فرحة سيادة الوزير اشرف صبحي، نزل الملعب وجري ولا بروتوكول ولا اي حاجه، ونزل في وسط اللعيبه وغص يعني قصه كبيره قوي كمان، وحتى الصور عماله تيجي لي تواليا. انا بعت لك مجموعه ولسه ثانيه مجموعه ثاني ليه، نزل اللعيبه كلهم واحد واحد في ارض الملعب وائل جمعه ومع اللعيبه كلهم، محمد صلاح وكلهم جريوا على ابو جبل وحوالين ابو جبل وشال ابو جبل، ومحمد الشناوي خد ابو جبل بالحضن، وابو جبل يعني مش عايز اقول لحضرتك اسد اسد ابو جبل، ابو جبل النهارده انا والله العظيم فرحان جدا. بس عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه يا استاذ فاروق للتاريخ، انا شغال لايف مع اسود افريقيا من اول ضربه من قبل ضربات الجزاء ما تبدا، كل لاعب دخل قلت هيسجل قبل ما يلعب وقلت هيضيع قبل ما يلعب، الثلاث ضربات بتوع الكاميرون ورا بعض، انا بص بيقف اللاعب بقول ايه اتحدى يا جماعه ده هيضيع، داخل غلط ومتعالي ومتكبر في الثلاث ضربات، كان واضح جدا انهم هم يعني ما كانوش بيلعبوا خالص على موضوع ضربات الجزاء، وان احنا جبناهم للملعب والفخ اللي احنا عايزينه. بالظبط هو ده اللي حصل فعلا يا استاذ عبد الناصر، لو خدت بال حضرتك انا لاعب رقم اربعه وهو داخل بيتنطط كده والله هتضيع، انت داخل بتتنطط والله هتضيع، انا الاولانيه والثالثه توقعتها، الثانيه اللي جابها ابو جبل صدها ما توقعتهاش، لكن الاولى والثالثه توقعت انهم هيضيعوا، لان انا قلت الواد داخل بيتنطط، والثالث اللي داخل باك شمال برضه واقف بطريقه كده اصلا يعني داخل ان هو الكوره عادي يعني وهيشوطها، والحمد لله طلعها بره خالص يعني، الحمد لله احنا معلمين على الكاميرون 2006 حرمناهم من التاهل لكاس العالم لما تعادلنا معاهم هناك على ارضهم 2008، ضربناهم ارباط في الدور الاول 2010 خرجناهم من ربع نهائي افريقيا، و2022 خرجناهم من قبل نهائي افريقيا، فاحنا معلمين عليهم كتير، هي ما فيش غير 2017 وكانت جايبه الحظ برضه كانت بالتحكيم، لكن ربنا الحمد لله نصرنا ورجعنا حقنا من الكاميرون وعلى ملعبهم وفي ارضهم ووسط جمهورهم. يا كابتن ده كانت في جماهير النهارده عاملين زي مصاصين الدماء، انا ببعت لحضرتك كل الصور اللي عماله توصل والله العظيم. انا خلينا بس احنا بننشر هوا معاكم للي معانا من اسود افريقيا على الفيسبوك وعلى الكلوب هاوس، احنا دلوقتي بننشر صوره سامويل ايتو وطبعا وعلامات الندم والحزن وبكائه بعد الخروج على ايد المنتخب القومي المصري، قدامكم على الشاشه اول صوره لسامويل ايتو بعد الخروج، يبدو انه هو اتكلم عن الحرب غلط يعني وعليه ان يتوجه انه يحارب في حته ثانيه، سامويل ايتو ودموع الحزن والخروج على يد المنتخب القومي المصري زي ما انتم شايفين، وكمان بعرض دلوقتي الوزير اشرف صبحي وحضن كبير جدا للاعبي المنتخب القومي، اهو شايف الوزير اشرف صبحي وحضن كبير جدا للعيبه اهو زي ما انت شايف اهو اهو حضن كبير جدا 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 وفرحه ما بعدها فرحه يستاهلوا الرجاله اهو الصوره هي من الكاميرون مباشره ليكم بننفرد بيها واحضان هي لدرجه ان بعض اللعيبه شايل الوزير من الفرحه اهو قدامكم اهو مهم جدا نقول لكم الحاله دي يا جماعه حاله من الفرحه عارمه وحضن هوا مع الكابتن وائل جمعه وزير الشباب والرياضه